راح اللي راح ما رجعنا سوا، قلبي مش مرتاح من جرح الهوى. راح اللي راح وما رجعنا سوا، قلبي مش مرتاح من جرح الهوى. وينك يا حبيبي رجعلي، فرحة عمري رجعلي، ما بدي قلبي توجعلي، تعال نرجع سوا. وينك يا حبيبي رجعلي، فرحة عمري رجعلي، ما بدي قلبي توجعلي، تعال نرجع سوا. قلبي عم ودع دقاته بعدك، شو بتسوى حياته؟ بدي قلبي هلأ هاته بعدك، ما بعشق أنا، خايف والدمع بعيني بغيابك تشهد علي، جرحك عم بعذب في رجالي، مشتاق لك أنا. وين اللي كان يغمرني بدفى، تركني للنسيان عغفل اختفى؟ وين اللي كان يغمرني بدفى، تركني للنسيان عغفل اختفى؟ قلبه ما أقسى قلبه، بيعرفني قديش بحبه، ما بده يفرحني بقربه، تعبت من الجفا. قلبي عم ودع دقاته بعدك، شو بتسوى حياته؟ بدي قلبي هلأ هاته بعدك، ما بعشق أنا، خايف والدمع بعيني بغيابك تشهد علي، جرحك عم بعذب في رجالي، مشتاق لك أنا. صلاح، أنت مانك مسجل بالشركة عند أستاذ بيسام؟ لا، أنا بصراحة يعني متفق مع الأستاذ فريد إنه طلب الشركة لحتى أضبط ورائي، يعني بس هيك. ليش شو بهن ورائك؟ بصراحة في هيك كم ورقة ناقصة لحتى أتثبت بالشركة بس. بعزوك كتير؟ ولا مرة حدا أجا اشتغل معنا هون وما كان ماضي كونترا؟ بلا إيه بلا، هنن جماعة كتير أوادم، كتير مناح معي. لقيت لي حدا يشتغل محل لورا؟ محل لورا؟ لا، لأنه أنا كل الناس اللي حكيت قدامهم يعني مو بحاجة شغل. دعانا هالبنت كان لازم تكون من الستاف، كنت أشطر وحدة بيناتهم. بلا إيه، كتير منيحة، كانت كتير منيحة بلا، بس يمكن تركت لشيء أحسن. هي امبارح سافرت. والله؟ شغل يعني؟ ما بعرف، يمكن سافرت لشيء أحسن. يلا، طلعت أحسن مني ومنك. صح، أحسن مني ومنك. ما برد. لا شيء، رجع دق له، رجع دق له مرة تانية. شو بك يا سلبيلو، أكتر من ثلاث مرات؟ يا ربي دخيلك. طيب دق له، شو معقول يكون، معقول يكون بعده عنده؟ ما بتصور، لأنه في موعد محدد للزيارات. إيه يا تعتيري يا أنا، يا تعتيري يا أنا، منين بتجينا هالمصايب يا ربي؟ بيكون حاطي التليفون سايلنت وصار واصل، خد اشربي. ما إلي نفسي أمي، ما إلي نفس دخيلك،
أنا بدي أعرف شو صاير معها، بدي أطمن على كل شيء. دخيلكم ليش مش عم برد؟ يا سوسو روقي، شو بكي؟ مجرد عمو أسعد شافها للورا، يعني أكيد رح يفهم كل شيء ويعمل اللازم. حاجة قتلاني هم هالقد. يا ربي يا ربي، دخيلك منتجينا المصايب. دخيلك يا أمي، رجعت الفلو. خلاص ماما روقي، أكيد بس يجي بيخبرنا كل شيء. لو ما مشغول كان رد. أنت صلي مثلا يكون جاي هو ولورا. يا ربي إن شاء الله يا أمي، إن شاء الله يا ربي. دخيلك يا رب يا رب يا الله يا ربي. ايه طبعا كل شيء صار جاهز للعرس، بس في شوية ديتيلز عم خلصهم انا وكارلا اختي للحديث. ثانك يو سو ماتش. اكيد ميرسي ميرسي كثير. لا لا لا، قلت لكم قبل انا، بليز وسام بفضل ما نحط شيء عن حياتنا الخاصه على السوشيال ميديا، وانا بحترم هذا الشيء. اوكي سي يو، باي باي. من الصبح ما هدي هالتليفون، بدهم يعرفوا ليه وسام ما بينزل على السوشيال ميديا عن العرس ولا اي خبر. ما بهم، انتم متفقين على الموضوع وعم تعرفي تجاوبين لما يسالوكي. المهم حبيبتي انه انت ووسام كثير منيح. تفضلي حبيبتي. ميرسي. تفضل استاذ. شكرا سعاد. هيدا الكيك شغلك؟ ايه حبيبتي. تفضلي. ميرسي. دخلك وين وسام؟ بعده نايم؟ لا، الاستاذ وسام وعي بكير اليوم وطلب مني طلع له القهوه بغرفته. سعاد دقي له لوسام خليه ينزل، الهيئه مش عارف يمكن هون. تكرم عينك. لا لا ما تدقي له، انا حابه اعمل وياها سربرايز، ما قلت له اني جايه اصلا. ما احلاها هي ورايقه. ايه طايره من الفرح، مش مصدقه انه بكره رح تتجوز هي ووسام. نحن بالبيت لما نحب منحب من كل قلبنا. بونجور حياتي. بونجور. كثير كنت خايفة تكون سافرت مثل ما قلت لي، بس ما قلت لك شيء لأنه خفت ضايقك. هي أنا ما سافرت. شو صار؟ لغى الاجتماع. اه وانت اللي لغيته؟ لا هن لغيوه، كانوا بدهم يكفوا لحالهم من وقت اخر اجتماع عملناه. خي هيك بيعطوك بريك قبل يومين من عرسنا حياتي لترتاح شوي. فكرت هالجمعة مثل ما قلت لك؟ بشو؟ بعرسنا. ما فهمت حياتي. فيفيان انت اكيد بدك تتجوزيني؟ اكيد وسام، شو هالسؤال قبل بيوم من عرسنا؟ شو عسى ما اسالك بيوم عرسنا؟ انت فكرت يعني؟ اكيد اكيد فكرت. ما بعرف يمكن أنا السبب.
أنا اللي ضايقتك وعملت أشياء كتير أنت ما بتحبها، يمكن خلتك تتراجع بموضوع الزواج. بس أنا ما كنت عارفة البنت شو بتحسي وعم بتحضر لزواجها من الشاب اللي بتحبه وبتحلم إنها تتجوزه. أكيد ما كنت عملت شيء أبداً، ما خليت المشاكل تسيطر علي. صدقني عم حاول كتير إنه ما خاف، بس مش قادرة. أنا مرعوبة. إيه مرعوبة، لأن صرت أحس إنه اللي بيناتنا بطل يعني لك. صدقني عم حاول كتير إنه رجع اللي بيناتنا أقوى من اللي كان، بس لحالي ما بقدر أعمل شيء أبدا. إذا أنت بطلت تحبني شو؟ بدك تجاوبني كمان؟ طب أنا رح أهون عليك، خلي عرسنا يمرق على خير وتروح كل شي حضرني. إذا حسيت إنها كتير صعبة طلقني. إيه طلقني، أنا ما جيت على حياتك كرمال انزعلك إياها ولا لحتى أشوفك مش مبسوط. بس بترجيك ما تفكس خطبتنا قبل بيوم من العرس. أنا ما أذيتك، ما تكسرني ولا تأذيني. أنا ما عملت شي غير إني حبيتك. ما تتركني ليلة عرسي وتحرق لي قلبي. فيفيان، شو بعد ناقصنا لبكره؟ زينة ماما، هيدا دوري عم بدق لك. الو، اهلا حبيبي، كيفك انت وكيف اختك؟ ميرسي، بس لورا بعدها بلبنان. والله كاني فهمت من زينة امبارح انها سافرت. هي مزبوط كان لازم تسافر بس ما قدرت، يعني بعدها هون بلبنان. بسيطة، المهم هي منيحة ويكون اللي صار لخيرها. يلا احكي مع زينة. بونجور حبيبي، اشتقت لك. خليلي هالصوت، أنا كمان اشتقت لك. وينك؟ تعال نتغدى سوا. لا حبيبتي ما في، انا هالكم يوم لازم ضل مع اهلي. شو بك توري؟ كانه صوتك تعبان؟ ما في شيء ابدا، بس هيك امبارح ما نمت كثير منيح، وكمان دقت لنا بالليل لورا قالت لنا انه ما قدرت تسافر. ليش شو صار؟ صار معها مشكل بالمطار، دقت لنا بالليل وقالت لنا انه وقفوها. اوف، وينه هلا يعني؟ المخفر. بالمخفر؟
رايقة معك يا ابني؟ ماشي الحال. ما تعتل هم الزواج يا ابني. ما في شيء رح يتغير بعد العرس. يعني تحضير الحفلة والحفلة بحسسوك انه شيء صعب. بس الزواج شغلة حلوة. ما بدها الا طولة بال. مش بزيادة اللي قلتن؟ انت ما تتدخلي. الموضوع حديث رجال مش حديث نسوان. بعدين انتو ما بنفهم منكم اوقات. ايه نحن ولا مره فهمنا عليكم اساسا. وين هون اجي؟ ليه ما عم شوفه؟ بكره بتشوفه، اكيد رح يجي على العرس. سعاد قالت لي انه دق سال عني الصبح. مهضوم هالناجي، كثير بخاف عليك. بتذكر كيف كان وقت صار معك الحادث؟ مهضوم. شو صاير لك؟ متخانقين؟ لا. ليه؟ بتذكر انه وقت كنت معه قبل الحادث كنت كثير مبسوطة. وهلا مش زعلانة. ما بيقولوا انه واحد إذا أكل ضربة على راسه بيوعى؟ إيه أنا وعيت. شفتي لما بقول لك انه أوقات ما بنفهم عليكم؟ تطلع عليهم بالجنينة. يلا وسام. يلا هلا بلحقك. بس لو بعرف شو صاير معك. حس حالي اكلت ضربه بتشبه ضربه الراس. انا فقدتنا، بس انت هيئتك عم ترجعك لورا. ما بيهم بقى. بابا شو بك؟ ليه وجهك اصفر؟ ماشي ما بني شيء. شو يا اسعد؟ شو يا اسعد؟ بابا وين لورا؟ موقوفه بالنظاره. ليه شو عامله؟ ليش بقت هونيك؟ انت شفتها؟ شفتها يا اسعد؟ ايه يا سلوى شفتها. شفتها لقطينا كرمال شيء هي ما خصها فيه. انا اكيد بدها شوية وقت لحتى تزبط أمورها وتظهر. عن شو عم تحكي عمو؟ بشو مورطة؟ مخدرات. شو؟ مخدرات. بنتي أنا مورطة بالمخدرات. يا تعتيري. بابا أنت حكيت معها؟ شو قالت لك؟ وقفوه على المطار. لقوا معها كيسين كوكايين مربوطين بشنطتها. هي ما بتعرف كيف وصلوا لها لهونيك. مستحيل مستحيل لورا ما بتعملها. اكيد في شيء غلط. اكيد ما بتعملها. عملوا لها فحص دم، دم نظيف. ما بتعملها انا بعرف. ايه شو يعني؟ شو بيعملوا هلا؟ بدهم يتاكدوا انه ما بتهرب او بتروج مخدرات. عمو أسعد لازم نعمل حياة لشي تطلع لورا من الحبس. طب ويسام؟ ويسام ما قدر عمل لها شي؟ شايفونا بالقطوة وياخدوها ولا حتى كلف حيله يلحق على المغفر. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه. الله لا يوفقه. منين جاب للبنتي هالمصيبة؟ الله لا يوفقه. ليكون هذا الحيوان اللي قالت لنا أنها بتحبه أنا عاود ضحك عليا لحتى تهرب الكوكايين بشنطتها. ماما صلاح يا عمري يا أمي يا أمي يا أمي شو اشتغل لك يا أمي يا عمري أنت يا عمري خليني بوز رجليك اللي جابتك لعني بوز رجليك يا أمي يا تأمني شو اشتغل لك أنا اشتغل لك يا عمري أنت يا عمري
لما تتركني الله يوفقك لما تتركني. خلاص ما راح اتركك. تعال تعال يا أمي تعال اقعد تعال اقعد جنبي اقعد احسك بالبيت كثير كثير يرد لي روحي. معقول حديت هلا ما عرفت شو بدك تلبسي على عرس خيك؟ الصراحة ما كثير هممنا الموضوع. ولو شو كل يوم رح يتجوز وسام؟ ما خص. حلو هيدا؟ ايه كثير حلو، ما كنا سوا لما جبتيه. اه مزبوط تاك بعدها فيه. ما انت دايما هيك بتجيب الفستان وبس تجي المناسبة يا ما بتروحي يا بتغير الفستان وبتلبسي شي ثاني. مش بعيدة بكرة اعمل هيك كمان. عن جد نادين؟ شو جنيتي؟ عم بمزح معك. خلص هيدا ايه؟ نادين؟ عن جد بعد لحديت هلا ما بتتذكري شو صار من بعد الحادثة؟ يعني حسب، مش كل شيء. طب بتتذكري لما سافرنا على امستردام وين رحنا وشو عملنا؟ ايه بتذكر، هن الصور ساعدونا يعني. طيب نهار الحادثة بتتذكري شو عملتي؟ وين رحتي؟ نادين الحي اللي كنت فيه، المحل اللي كنت رايحة عليه، البنت اللي كنت رايحة تنبش عليها، شفتيها شي؟ أي بنت؟ لما حدا من أصحابك عامل لك تاج على فيسبوك على صورتها، والبنت كنت بتشبهك كثير واخذتينا على حي ما بعرف كيف وصلنا له. رجعت اخذت ناجي على نفس الحي بفتكر ونزلت تنبش عليها. انا بوقتها ما قبلت روح معك لانه خفت بيك يعرف، لانه اذا عرف اكيد ما كان سكت. تتذكري شيء من الحي، من البيت او من المحل؟ لا ما كثير، بس وقت اخذتينا على السناك وخليتيني انزل كرمال اشوف اذا البنت هونيك لانك لقيت الصوره لها مصوره حد هذا السناك. سناك؟ قصدك يعني محل أكل بالحي الفقير؟ إيه، تلاقيت بمرة كبيرة بالعمر وبنتها كانوا هونيك ضيفوني ديسير. إنه أكيد هيديك البنت كانت قاطعة قدام السناك وتصورت. يعني قد إيه بتشبهن البنت؟ أوف كتير، وخصوصا لما عملت لون شعرك مثل لون شعرها. فوتوكوبي طلعته، بس أكيد بالحقيقة غير الصور. الو ايه مارك كيف صارت؟ منيح احسن. انا هون مع فيفيان. حلو الحمد لله رجعت لعلك. ليك مارك بدك تساعدني او ما تحكيني؟ خلص روق ما قصدي شيء. المهم ايه صعب تخلص شغل؟ اي صعب خلص؟ بدك ايه تخلص بالاول وانا بقول لك كل سنه بتغير زاويه بتغير العفش بتغير الدنيا كلها بركي تغير البيت كله على شوي. غادة اليوم سهرانة هي ورفقاتها، إذا فيفيان ما أنا سهرانة معك تعال عندي. طيب، الشغل منيح؟ كتير منيح. في كم قصة لازم نحكي فيهم أنا وياك بس تكون رايق حضرتك. طيب أوكي. أقولك معقول نتفق أنا وفيفيان؟ والله بهي يا صاحبي ما بعرف. يعني لازم تفكر وتاخذ وقتك. يعني لازم تجرب ما عندها غير هذا الحل. رح أجرب. طيب أنا لازم أسكر بحكيك عشية أوكي؟ يلا باي. يا تقبرني أنت يا عمري، هالبيت مو حلو بلاك حبيبتي. ما في حس، ما في روح. قل لي أمي وين رحت؟
وين عم بتنام؟ عم ضبط شغلي ورائي ببيروت امي. يعني خلاص ما عاد ترجع؟ رح ضل انا عايشه طول عمري لحالي؟ لا، انت ما رح تعيشي لحالك، انت على اكيد رح تعيشي معي، رح تنزلي معي على بيروت. كيف رح انزل اعيش معك ببيروت؟ كيف؟ انا متعوده هون امي. هلا اتركي هالامور للاخير، خلاص بعدين نحكي فيها. ما عاد شربينا قهوة؟ لك تأمر أمر بلا يا روح قلبي، وهي أحلى فنجان قهوة. عيش وليدين يا حبيبتي. الله أنا عيش وليدين، اشتقت لقهوتك. تأمرني وسام هون؟ بونجور مدام. وسام هون؟ لا ما أجا اليوم، مين حضرتك؟ بدي أحكي معه ضروري. اوكي بس مين بقول له؟ لا لا بليز انا بدي احكي معه، يا ريت تعطيني رقمه انا بدي اقول له من تليفوني. لا بعتذر منك، ما فيي اعطي رقمه لحدا ما بعرفه. مدام انا كمان بعتذر منك، بس عن جد ضروري احكي معه. بفتكر مبين علي انه عايزته بشيء كثير ضروري، فبليز اعطيني رقمه. في مصير انسان معلق بين ايديه. اوكي. عندك فكرة إذا مسافر؟ لا بشك، بكرة عرسه. والله؟ إيه عال، الله يوفقه لكان. ألو؟ ألو وسام، ندى معك. هاي ندى، كيفك؟ ولك عين تسأل كيفني؟ شو طلعت كذاب وما كان عنا خبر؟ كتر خير الله، نحن منيح كل شيء تمام. شو عملت لها للورا؟ بشو ورطتها يا حيوان؟ يلا مش عم فهم عليك، ليش عم تحكيني هيك؟ بدي شوفك ضروري وسام. ايه والعروس كثير منيحة. يا حي حدي هلا. عروس؟ قصدك خطيبتك؟ لا والله ما في داعي انه خاف ابدا، ما في شيء رح يتغير علي. ليك وسام انا مش عم بفهم عليك شيء. لورا بالحبس، واذا بعرف انه انت خصك بحي الا شيء عم بيصير معها رح اخرب لك حياتك فوق راسك، سمعتني؟ انت واحد واطي وحيوان عم تحضر لعرسك وتلك سحبتي بالحبس؟ اوكي ندى، ميرسي كثير على تليفونك، نحكي بعدين. ما بقى نحكي بحياتنا الا اذا عرفت انه اللي لورا هلا عم بيصير معها انت سببه. اوكي يلا وصل، على الاكيد نحكي. انت واحد واطي وحيوان، حق علي قلت لها تعمل اللي حسيته. وين؟ ولا أخلاق. مين ندى بعرفها أنا؟ لا لا، بس كانت تشتغل عنا بالمطعم وتبلشنا فيه. ولا شيء، هن بيعرفوا إنه أنا ما عندي أوراق، راح يساعدوني لحتى أتوظف عندهم بالشركة، بس انشغلوا لهيك راح أضبط القصة لحالي. شو رح تعمل؟ وكلت محامي، هذا المحامي رح يساعدني يثبت انه فريد كان ابي. يا ابني هدول جماعة ما بيعرفوا الرحمة. أنا خبرتك شو عملوا لما أنا عرفت إنه أنا حبلة فيك. وقتها كان ولد أمي. هلا صار عنده أولاد وعنده شركات ورجل أعمال وعنده صيت. ما رح يعمل شيء صدقيني. بعدين عنده وسام. كثير آدمي وسام. بكره عرسه. عنده غيره؟ بلا عنده بنت، بس أنا ما بعرفها. Thank you.
حبيبي، أنا من رأيي تفكر منيح. هلأ أنت تعرفت على أبوك وعم تشتغل معه وعم تشتغل مع أخوك، يعني ليش لتعمل مشاكل؟ بعدين ليش المحامي؟ وليش لتحط حالك بقصة يمكن ما تطلع منها؟ أنت شو عم تحكي؟ من كل عقلك هذا كلام أمي؟ بدك يعني أنا يشتغل بين أبي وأخي؟ اشتغل كهربجي؟ طول عمري اشتغل كهربجي؟ هيك بدك؟ هيك تنبسطي؟ أني يطلعوا فيي أنا إنه أنا الشاطر يعني وعم يتحننوا علي من دون وراء؟ لا 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 أبدا. أنتي أمي، فريد منصور أبي. أنا عشت طول حياتي عم بتبهدل وعم بنزل كرمال قصة أنتي كنتي من 37 سنة فيك حليتي، ولما أنا هلا أرضيت بدي حلها بتقولي لي شو عم تعمل وليش يا أمي؟ لا لا، أنتي ما بتعرفي شو يعني تعيشي طول حياتك على أنك لقيط، ما بتعرفي شو بدي أخسر يعني. خلاص ما عاد عندي شيء أخسر، بهدلي وتبهدلني وكل شيء صار بالدنيا، ما في شيء راح أخسره أمي، ما في شيء. شو بدهم يعملوا؟ يضربوني؟ يشحطوني؟ يزلوني؟ يقتلوني؟ يقتلوني ما عندي مشكلة، برتاح. أصلا لا يا عمري، لا أنا ما عندي شيء أخسره. بعدين لأقول لك شغلة، أنا من حقي أنا إني أشوف حياتي معهم، أنا ابنه لفريد. غلط إني أنا هلا طالب بحقي؟ مو غلط. غلط إنك أنت تبيني حقك والبهدل اللي تبهدلتيه من 37 سنة؟ قولي لي، من شو خايفة؟ راح اللي راح ما رجعنا سوا، قلبي مش مرتاح من جرح الهوى. راح اللي راح وما رجعنا سوا، قلبي مش مرتاح من جرح الهوى. وينك يا حبيبي رجعلي، فرحة عمري رجعلي، ما بدي قلبي توجعلي، تعال نرجع سوا. وينك يا حبيبي رجعلي، فرحة عمري رجعلي، ما بدي قلبي توجعلي، تعال نرجع سوا. قلبي عم ودع دقاته بعدك، شو بتسوى حياته؟ بدي قلبي هلأ هاته بعدك، ما بعشق أنا خايف والدمع بعيني، بغيابك تشهد علي جرحك عم بعذب في رجالي، مشتاق لك أنا. قلبي عم ودع دقاته بعدك، شو بتسوى حياته؟ اشتاق لك انا.